مشاهدينا الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم، وتحيه الصباحيه لكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. تغير طقس، الغيوم سوداء، على الارجح يكون في شتاء بكره، فانتبهوا منيح على حالكم على التصحيط على الطرقات، وهيك مشاريعكم خلا تكون شوي مدروسه لحد لسلامتكم. اكيد اهم شيء الحوادث على الطرقات يلي فعلا عم تكون حوادث مريعه، انه نكون عم ننتبه لها قدر الامكان. نتمنى لكم السلامه اكيد هالويكند. نحن مواضيعنا اليوم عديده ومنوعه، اكيد رح نكون مع اكثر من اختصاصي باكثر من مجال ونجرب انه نكون عم نوصلكم المعلومات. الاكيد البدايه مع ستيفاني. بونجور. بونجورين كاتيا. كيف اليوم؟ انا كثير منيحه. انت اختصاصيه بالجود فايبس. الله رب، دائما دائما بحب هيدا الشيء، واوقات يعني هيدا الشيء ما بيعني انه انا كمان ما عندي ايام اي فيل داون، بس دائما بنحاربهم بنرجع بنقلع. شو عندك اليوم؟ اليوم عندنا رندا فهد بايت سمارت بدها تحكي عن فوائد الرمان، وكمان بنيتشر بدنا نتناول موضوع الزيتون. واليوم عندنا بواتس كوكينج شيف شارل عزار، وعندنا بوغدالو على موز. بوغدالو؟ بوغدالو. شفتوا قلت لكم رح اتعلم اشياء جديده. امل رح نكون اكيد مع اب تو ديت واخر الاخبار بلبنان وبالعالم. بونجور مرة جديدة للمشاهدين. أكيد عنا أخبار كثيرة اليوم ومثل العادة، ولكن بي أب تو ديت عم نكون كمان عم نتابع كل أخبار القوى الأمنية اللي عم بتكون دايما بالمرصاد لأي مشكلة، لأي حركة تهريب أو لأي حادث أمني. أكيد تحية كثير كبيرة لرجال الأمن يلي عم بيكونوا جاهزين، عم بيكونوا عم يضحوا بحالهم بحياتهم بوقتهم لحتى يكونوا عم بيحافظوا على أمن المواطن برغم من كل القدرات المتواضعة يلي عندهم إياها. بإطار عمليات الناشطة، إذن بتثبت دايما القوى الأمنية يوم بعد يوم قدرتها على أن تكون العين السهرة على أمن المواطنين، وقد أعلنت أنه بتاريخ 22/10/2015 نتيجة عملية تفتيش دقيقة تمكنت فصيلة التفتيشات بسرية مطار رفيق الحريري الدولي من إحباط عملية تهريب نحو 22,100 حبة كبتاغون، يعني 4 كيلو وأكثر. ضبطت موظبة بشكل مموه بأسفل علب حلوى داخل حقيبة يد مع المسافر حين حاقشين، عملوا حلو واللي كان ينوي تهريبها إلى إحدى الدول العربية. يعني أكيد إحباط محاولة تهريب من هالنوع شغلة كتير مهمة، بس هو الأهم أنه يعني هل انتشار المش طبيعي لكل المخدرات يعني بين الشباب، من كان من تهريب للخارج أو على لبنان أو بلبنان أو لأي مكان من الأمكنة، هل مخدرات يلي عم تكون قافة كتير كبيرة وعم تكبر يوم بعد يوم، بالرغم من أنه يعني الناس بيكونوا عارفين كتير منيح والشباب عارف كتير منيح أنه هالقد مؤذي، هالقد عم توقف له حياته، ولكن عم بيتابع. هلا على كل حال دايما بنقول أنه يعني التجارة المتاجرة بالمخدرات بعد أكتر بكتير وأهم بكتير من حتى التعاطي، يعني أن يكون حد عم بتاجر بالمخدر يلي عارفه لوين عم نوصل الشباب شغلة إجرام كتير كبير. فإذا أحيلت المضبوطات على مكتب مكافحة المخدرات المركزي بوحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق.
عنا كمان خبر تاني من قوى الأمن. أعلنت مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة عن معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي بوحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص بترويج مخدرات بمحلة الفنار حي الزعيترية. وعلى الفور قامت دورية المكتب بمداهمة المحل المذكورة وتمكنت من توقيف أحد أخطر المروجين وشريكيه. واحد منهم كان عنده مشكلة صحية أو بتصور كان مجروح فموجود بالمستشفى حاليا والآخرين قيد التحقيق. يعني لازم نوعي أولادنا كتير على الموضوع وحتى مش بس ننطر حملات عم يعملوها على التلفزيونات وين ما كان بالمدارس، نحن بالبيت نضل نحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع كتير خطر ومؤذي. يعني مؤذي أكيد. ممثلات هوليوود عم بيعلنوا الثورة كاتيا، ليكي شو القصة؟ هن وين ونحن وين؟ خرجت بعض نجمات هوليوود عن صمتهم بسبب تمييز بالأجور بينهم وبين الممثلين الرجال. الرجال عم يقبضوا أكثر من النساء. هلا أول شيء بتفكري إنه ما هن عم يقبضوا كثير يعني، بس هي الفكرة وين ما كان بكل الأعمال والأشغال في تمييز بين الرجال والنساء بالأجور. هيدا الشيء ما مش ماشي الحال، مش مقبول. وانضمت إلى هالحملة ميريل ستريب، إيما واتسون، جوينيث بالترو وجينيفر لورنس، وهالشي جعل الأضواء تتجه أكثر وأكثر إلى هالقضية. وانضمت الممثلة جينيفر لورنس إلى قائمة المعترضين بعد ما نشرت مقال نددت فيه بالتمييز بينها وبين الممثلين الرجال، وقالت أنه الممثلين الرجال تقاضوا أجور أكبر من أجره بالفيلم American Hustle. ودعم الممثل برادلي كوبر زميلته بإثارتها لهالقضية وقال هيدا هو الوقت المناسب لحل هالمشكلة. هالمشكلة ما فيها تلك مش إذا ممثل عم يتقاضى أجر أكثر من الثاني لسبب معين، بس أكيد مش لسبب أنه في ذكور عندهم يعني معاشات معينة والإناث عندهم معاشات معينة نسبة أقل، صح؟ مش أكثر من هيك. حسب الأدوار أوقات كمان، بس حسب الأدوار. أوكي أكيد. ننتقل لموضوع آخر، مراسم تشييع رندا مرعشلي بحضور نجوم الفن. جرت بدمشق مراسم تشييع الفنانة السورية رندا مرعشلي بحضور عائلتها وعدد من الفنانين. عم نشوف صور. جدير بالذكر أنه الفنانة رندا مرعشلي هي الزوجة السابقة لطارق مرعشلي يلي هو ابن الراحل إبراهيم مرعشلي، كمان الفنان اللبناني يلي كلنا كتير منحبه. هي زوجة السابقة لألوة، عندها منه بنت يلي هي هيا مرعشلي يلي هي كمان فنانة عم تبرع بالدراما العربية. أسماء لبنانية بتلمع بالخارج مثل ما بالطب والجمال وكمان بالسياسة. أسماء لبنانية بتلمع بالخارج، أربع لبنانيين كانوا في عداد النواب الفايزين بالانتخابات الفيدرالية الكندية يلي حسمها لصالح الحزب الليبرالي برئاسة جاستن ترودو. إيفا نصيف حجزت مقعد نيابي بمقاطعة كيبيك. فاز اللبناني فيصل الخوري متغلبا على منافسه اللبناني رولان ديك ايضا بمقاطعه كيبيك. زياد جابر ابو لطيف فاز بدوره سادس اكبر مدينه كنديه بولايه البرتا من حزب المحافظين. اما مروان طباره فحجز مقعد نيابي بمقاطعه اونتاريو. مبروك على جميع اللبنانيين حتى بالسياسه بكندا طلعوا نواب، هيدا الشيء فخر لنا. لا ما بدنا نروح على كندا، بس وين ما نروح عم نبرع، بس صار عندنا واسطة جابي يلا على كندا. لا وين ما عم نروح عم نبرع، مش انه مش الدعوه لانه نروح لمطرح، بالعكس نبقى باقيين. خبريه اخيره، تصوري انه ضيعت تليفونها بنيويورك لقيته باليمن. هلا كيف لقيته؟ مش مشكل انه مش انه راحت على اليمن ولقيته على الارض يعني، ولكن مع التكنولوجيا كل شيء صار كثير هين. وابل قدرت لقيت الايفون وين عم يستعمل ومع مين وشو اسم العائله يلي عم تستعمل هالديفايس بالوقت اللي كانت بتصور بحديقه عامه صبيه وضيعت تسرقت لها. هلا كيف وصل على اليمن ما بنعرف يعني، ما عم نقول مين سرق التليفون.
اليمن، ولكن بالنهايه وصل هالتليفون على اليمن وقدرت ابل تعرف بالتحديد مين عم يستعمل هالتليفون. يعني التكنولوجيا بتصور رح تكون مسيطره بالسنوات القادمه. صح. رح نشوف بيك اوف ذا داي من سوفر مسافر فيها فعلا. أكيد الطبيعة رائعة بس كمان فيها منازل رائعة سوفر. صح. والطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وكمان يعني اليوم الطقس ما كتير حلو. يمكن هلا شفت كم نقطة شتاء على السيارة الصبح، وهلا كمان هون بس وصلت على الام تي في، يعني في شوي شتاء يمكن. ما هو هيدا الشوية شتاء يلي ببلش هلا وبعد جمعتين حرارة كثير قوية، امبارح كان في حرارة كثير قوية، فالأرض بتكون ناشفة كثير. هالشوية شتاء تصحيح معقولة إنه يكونوا عم يعملوا تصحيح، فبليز انتبهوا منيح. إذا كنتوا حابين تشتركوا بي كوكينج أو ريلوكينج ما تنسوا موعدكم بكوكينج نهار الاحد وبريلوكينج نهار الاثنين. اذا حابين تغيروا مع الفصل الجديد لوك ما لكم غير تكونوا عم تتصلوا فينا على ارقام الام تي في او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وتكونوا عم بتشاركونا نهار الاثنين بريلوكينج مع الاختصاصيين. كمان ما تنسوا انه بكوكينج نهار الاحد فيكم تكونوا معنا، تكونوا عم بتعلمونا اطباق انتوا بتعرفوا تعملوها انتوا بتحبوها. الاحد الماضي شو كان فيه؟ لبنانيه او غير الماضي كنت على الهوا، شو كان فيه؟ احد الماضي كان فيه فلافل. كان فيه فلافل الاكل حتى رائع. فلافل يعني الواحد بفكر انه شيء هين ما فيهم يعني. هلا هي بيناتنا على الهوا الاحد باينت كثير هينه، بس انا بعرف انه لا مش هينه. مش هينه اكيد، ولا تطلع هيك فلافي وتطلع طيبه يعني بدها مقادير مضبوطه. ما فينا هيك مثل الطبخه العاديه نحط شويه بصل شويه هيدا، يعني الواحد اوقات المقادير ما بيتابعنا. مش بس هيك تعلمنا، بس شغله كثير مهمه كان انا يعني كثير انتريكد انه ليش حتى بين محل والثاني يعني الاختصاصيين بالفلافل بتغير لونها. ايه يعني في فلافل بتكون كثير غامقه، وفي فلافل بتضل خضراء كثير فاتحه. إيه؟ مش يعني لونها. ومع انه الانجريدينتس نفسهم يعني عم نحكي عن فول وعن حمص، ما عم نحكي عن شيء ثاني طبعا بالاضافه للخلطه يلي سر ما راح يعطونا اياه يعني. ولكن تعلمنا انه اذا كانت المعجونه العجينه يعني معموله بوقت معين، بعد ساعتين عندها لون اذا قليتيها، بعد اربع ساعات عندها غير لون، بعد ست ساعات عندها لون ثالث، فبيتغير لونها حسب قديش الساعات. بتصور تغير طعمتها كمان اذا ماني غلطانه. مشاهدينا وقفه ومتابع لايف.